مساء الخير. طقس لبكره بلبنان غائم جزئيا لغائم مع احتمال غبار بالجو وارتفاع اضافي بدرجات الحراره وبقاء الرطوبه منخفضه مع استمرار الرياح على حالها، كما يحتمل تساقط امطار خفيفه خلال ليل السبت الاحد. وهلا بنبقى بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه، وخلينا نروح سوا انا وياكم لعكار حيث عم بتسجل. اذا عكار 17، طرابلس 22، جبال 23، ومثل ما ذكرنا انه في ارتفاع اضافي بدرجات الحراره، صيدا 24، سور 23، بنت جبال 19، النبطيه 20، راشيه 18، برمانه 23، بعلبك 15، والطقس عم بيكون غائم، والهرمل 20. اما بالنسبه للرطوبه فبتتراوح بين 30 و 55 بالبيي، حراره سطح المياه 24 درجه، وسرعه الرياح بين 12 و 45 كيلومتر بالساعه، والريحيه جنوبيه شرقيه ناشطه. كيف رح يكون الطقس لليله وبكره وبعد بكره؟ خلينا نشوفهم سوا. الليله توصل ل 17، بكره بين 19 و 30، ونهار الاحد بين 17 و 28 درجة. أما هلأ ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا دمشق 14، بغداد 17، أبو ظبي 24، من بعدها بننتقل للقاهرة 22، خرطوم 31، وأخيرا روما 13 وبرلين 5. وهيدا كمان كان جونا، خليكم لجو الأخبار.